عشان ماما. في الحالة دي ممكن احور السؤال شوية، اكتر حاجة ماما بتحبها فيا او ايه اللي او ايه انت بتعمله تدي بيه ماما، او ايه الصفات الحلوة اللي بتشجعك عليها ماما كده يعني؟ لكن كحب لا، ان احنا دايما نقول الحب ما بين الام والولادة غير مشروط، مش مشروط خالص. بس لو فكرتي فيها ماشي، انا واثقة من ده حتى تقنيا في السيكولوجي ده صح، بس برضو في حاجات معينة كل ام عارفة في عيالها حاجات، فلان ده بص بتاع المهام الصعبه، علان ده بتاع ده اللي عملوش ده، يعني بص احب فيه ويحب فيا بس ما بعتوش مشوار. ماشي، هي دي الحته. مش عايزه السؤال يتقال كده، عايزه بتحب فيك ايه؟ انا عايزه انا ايه محبوب فيا عشان الشخص يعرف انه محبوب، فاهماني؟ بتحب فيك ايه؟ اها بالظبط، بتحب فيك ايه؟ بتحب فيا ايه؟ بتحبني ليه؟ بتحب فيك مش ماما ما ماشي بقى. انا لما كلمت ساعه ما عملت الاكسرسايز ده اول مره، كنت اول شهاده سايكولوجي اخدها في حياتي، كنا في وادي النطرون هنا، كنتش لسه اتعلمت بره ولا حاجه، كان اول ما اتعمل اكسرسايز اصلا انا كنت مزبهله، بتصل بامي بقى اقول لها ماما والله هو انت تحبيني ليه؟ قلت لها والله يا ست كتر خيرها، قالت لي بصي وانا بحبك عشان بنتي، طب وبعد كده اعدي الفقره دي، راحت قالت لي ثلاث اربع حاجات فرقوا معايا جدا ساعتها. مش قادره احكي لكم الفرق الرهيب ما بين قبل، يعني انتوا ممكن تعملوا الاكسرسايز ده لنفسكم في اي فتره من الوقت انتوا حاسين ان انتوا مش مبسوطين امباكت. بس هو اعتقد بيفرق الكالتشر، يعني عايزه اقول لحضرتك لو جاي لك طفل في ال 57 من العشوائيات هو ما لهش قيمه ولا سعر في الدنيا، عشان تقنعيه هو او الكير جيفر بتاعه انه يعمل اكسرسايز زي ده محتاج من حضرتك مجهود كتير. مش مشكله، بس النتيجه يعني بس انك النتيجه توصلي له، انك توصلي له وتوصلي له اللي حضرتك عايزه تعمليه معاه ويبقى ده جوه الوعي بتاعه، دي طبعا حاجه عظيمه، بس اعتقد بيبقى فيها صعوبه يعني. بيبقى فيها صعوبه لان الخمسه ده ممكن ما يتوصليلوش في حاله طفل عايش في الشارع مثلا، اثنين او ثلاثه، وهتلاقي الاسباب شوكينج بالنسبه لك ككوتش او ككام، بس مش مهم، يهمني ان انا اوجه. يعني ممكن يقولي مثلا فلان بيحبني عشان انا بروح اجيب له مخدرات لما يبقى مزنوق، فانا يعني بص بنشوف كتير في، يعني انا بشوف كتير في الكونسل، انا بشتغل اغلب الكيسز بتاعتي فور فري. بس في كونفيدنشاليتي بتخليه يقول اللي عنده واتيفر هو صح ولا غلط، مش هو كونفيدنشاليتي بس هو بيطلع انا يا حرام. بس الفكره في ايه؟ اقول له حضرتك انت السايكولوجيست في البرنسبلز اوف كونسلنج، فانت حضرتك كونسيدرنج الحاجات دي كلها بحيث انه بيتكلم طلع لك كل اللي عنده بمنتهى الامانه والاريحيه. وانا شغلي ان انا اعمل الاينمنت قدر الامكان بشكل غير محسوس، ان الشخص اللي قدامي ما يحسش انه بيتم الحكم عليه feeling judged بس feeling supported طول الوقت. فبتختلف من كالتشر للتانية، بس لسه في قريب فيديو معايا على التابلت ممكن نبقى لو في وقت في الاخر نبقى نشوفه. الكالتشرز العربية مش سهل فيها ان حد يقول لحد انا بحبك ولا بحبك ليه. بمناسبة عيد الامك ده كان اعلان معمول بس كان عبقري، جايبين ناس من دول عربية كتير شباب، وكل واحد فيهم مطلوب منه انه يتصل بمامته ويقول لها ان هو بيحبها، ففي 21 واحد وولد وبنت، شفتي بتاع حاجه 20 ولد وبنت في الفيديو، مثلا 3 4 تلتين الامهات ليه بقى عملتي مصيبه، طب ليه بقى، بس في الاخر ردهم بيبقى حلو يعني بالظبط. بس بعد كده ردهم بيبقى لا بيبقى ساتسفاكتوري، الله وانا بحبك انا كمان ربنا يخليك مش عارف ايه. ففي حاجات هنا الكوتشنج والكونسلنج تكنيكس هتبقى صعبه فعلا، بس المردود بتاعها حلو، هتلاقي الكيس بتاعتك بعد كده انبسطت. اسمحي لي اسال حضرتك بس سؤال، عيني في كيس انا قابلتها she's a girl 14 years وكنت بسالها انت من ضمن الاسئله اللي هي تعرفي ايه عن الكانسر، كانت لسه نيولي دايجنوزد، من الاسباب اللي انت بتتخيليها ونقول لها حاجات وهي تقول الحاجات دي هي صح ولا لا اتعرضتش لكذا، قالت لي انا عارفه انا جالي الكانسر ده من ايه، قالت لي جالي لان ماما بتدي عليا يعني مس كوميونيكيشن بينها وبين مامتها، مش عارفه احنا بنعتمد قد ايه على الام في الحاله دي، فهاو تو مانج كيس الطفل فيها مستراست في المذر ومس كوميونيكيتد، بالعكس بقى ان كل المصايب اللي بتحصل له مثلا جايه من ان هي من لا مس كونسبشن كلها على مس كونسبشن عنده طبعا كمان بعد الاسقاط بروجكشن بالطبع بالطبع، بس ده ليه سبب
بس ده ليه سبب يعني مانجنج الكيس زي دي. لما بكون عندي حاله في العمل كله بنتكلم في الهاندز اون، انا بتكلم مع البيشنتس ماذرز او بيرنتس او الشخص في الاسره او الاصدقاء اللي مسبب المشكله، لازم، لان جزء كبير من البروجنوزز بتاع البنت دي هيبقى على الحته دي جدا. فاحنا وي ار تريند ان احنا نكلم الناس الفاميليز، وي ار تريند ان احنا نقفل في وشنا السكه عادي جدا. يس لازم اخد الاول البيشنت كونسنت، ما ينفعش اتكلم من ورا البيشنت، لازم البيشنت يبقى موافق. بتاخدي بقى فتره لما تقنعي البيشنت ان احنا لازم نعمل كده فعليا، او ان طب مش انتي بتحبيها؟ اه انا بحبها. طب انا واثقه انها بتحبك، بس اكيد في سوء تفاهم، طب ما تيجي نحاول مش عارف ايه. نبتدي سنه سنه، بس لازم نتعامل مع الاهل. يحصل في الكونسلنج اي حد يعرف اي كير جيفر او هيلث كير بروفيشنال عنده المشكله دي. انا كنت بشوفها في بعيني ايام ما كنت في الجامعه، وكنت يعني مثلا ثانيه ثالثه بدات ادرس سايكولوجي جنب دراستي، وتبقى بيشنت داخله، وفي للاسف للاسف كمان في الاي ار في الامرجنسي الفتيات في السن الصغير، اي واحده داخله باي مصيبه. كان في كيس ستايتس قدامي، البنت الديستندد بلادر قد كده في السونار، والدكتور ما كلفش خاطره يبص على السونار. لا طب انت كنت بتحبي واحد وسابك في الجامعه، طب انت مش بيشنت الدبريشن زي ما حضرتك قلتي بالظبط، حاسس بكل عرض بيقوله وحاسس بيه فعلا، وكون ان انا استهزأ بالعرض او اقوله ان ده مش حقيقي او ده مجرد في دماغك هيزود وجود العرض عنده، ولو زودت الضغط عليه ممكن يدخل في حاجات تانية، سكيزوفرينيا او يعني ممكن بوردر لاين، يعني في حاجات ممكن يخش في كومبليكيشنز، مش هتبقى دبريشن بس، هتبقى دبريشن ومنتال هيلث بالسلامه. ف من الروم دي فيها كام شخص، لو احنا قلنا للناس اللي نعرفهم في الماركتنج كل واحد بيقول 11 تقريبا او بيقنع 11 تقريبا. لو احنا بدأناها فايرال زي ما حضرتك قلتي بالظبط يا فندم، لازم اقتنع البيشنت بتاع الدبريشن ده تعبان فعلا زي ما بيقول لي، ولما اعالجه من الدبريشن هو هيتعالج من السيمتومز السايكوسومال اللي هي عنده، حاسسها قوي وحقيقيه جدا بالنسبه له. شكرا. طيب اه في conflict resolution technique ممكن احاول اقوله في دقيقتين بالظبط. اللي بيحصل ان انا يا اما بجيب الاثنين، في حاجه اسمها empty chair technique. empty chair technique انا بجيب البنت وبجيب كرسي فاضي وهي بتكلم الكرسي الفاضي على انها امها، وبتقول لها كل اللي جواها، وانا باخد notes، بخلي الام بعدين في separate session تقعد وتكلم الكرسي الفاضي على انها بنتها وانا باخد notes. بتقدري تعملي diagnosis للconflict واقع فين، اوكي؟ لان الكونفليكت بالظبط بالظبط زي دي كده اهو بيني وبين حضرتك. هي صحيح هنا مكتوب الاثنين زي بعض، بس مش دايما بيبقى نفس. انا شايفه الجزء اللي عندي بالظبط، حضرتك شايفه الجزء اللي عندك، حضرتك شايفه ان دي المشكله وانا شايفه ان دي المشكله، تمام؟ وبالتالي مش هنوصل لحل غير لما كل واحد فينا يوصف المشكله عنده شكلها ايه، والميدياتور او الشخص اللي في النص سواء كان كوتش او كونسلر او شخص من الاسره او احد المدرسين بيحاول يدايجنوز. الامتي تشير تكنيك ده سهل جدا، خلاص بحاول افهم ايه المشكله وبعد كده بجيب الاثنين سوا. لما بيبقوا سوا بحاول هايلايت الحاجات اللي هي اكيد الشخص ده يحبها في الشخص ده. طب مثلا حضرتك بتكلمي الام مثلا، قولها طب انت نفسك في ايه لبنتك، فهتلاقيها طبعا في الاول الام المصريه الصميمه نفسي بقى تصلح حالها، نفسي تذاكر احسن مش عارف ايه، بس طب نفسك ايه ultimately، يعني بنتك بعد 20 سنه شايفاها فين مثلا؟ فتلاقيها بتقولك احسن واحده في الدنيا وام الاولاد ومخرجه وعامله فالبنت هتبتدي تحس بحاجه كويسه. طب انت نفسك ايه لمامتك، او انت تحبي شايفه مامتك ايه، او ايه الحلو اللي في مامتك. كل حد يقول حاجه كويسه شايفها في التاني او عايزها للتاني، نبتدي نقرب المسافه سنه. بعدين نبتدي نتكلم عن المشكله، بيكونوا هم بداوا يعني البرسبشن بدا ان احنا مش داخلين نتخانق بقى، احنا
بنحب بعض. طب انا بتضايق وبعدين نريفير لحاجه ان انا بدل ما اقول انت بتعمل فيا كذا، لا، لما بيحصل كذا انا بحس بكذا، انت ايه رايك؟ بمعنى دي حكايه ما بين الازواج بتحل مشاكل كتيره قوي. انا بتضايق لما تفضل اتصل بيك بالتليفون وما تردش، ولا لما بتصل كتير على التليفون فما تردش عليا، ساعات مش بيجي في بالي ان انت مشغول، ساعات بيجي في بالي ان انت بتطنشني، فبحس بزعل شويه. انا كده صح ولا غلط؟ او انت ايه رايك؟ يبقى انا بدل ما بوينتينج فينجرز بتهم حد بحاجه، بقول له لما حاجه معينه بتحصل انا بحس شعور معين، اديني الفيدباك بتاعك. تحكي توصلي للاوت كابس دي في قد ايه سيشنز يعني؟ حسب الحاله بايظه قد ايه يعني. في كيس صعوبه يعني ريجارد حتى السوشيو ايكونوميك ستاندرد الكالتشر بتاعتنا مختلفه طبعا. وفي حالات حلها يعني. في حالات حلها السيبريشن، في حالات حلها ان الكيس دي ما تعيش مع عيلتها تاني. بس والله في ناس ما بتاخدش وقت كتير برضو يعني، في حالات بتبقى عندها سلف اويرنس عالي فبتبقى كويسه يعني، ما بتاخدش وقت كتير. الحالات اللي عندها دينايل او بروجكشن او ايا من التسع ديفنس ميكانيزمز الموجوده بتتعبنا، بس يعني بتيجي في الاخر ان شاء الله. رهيب. ولا كانت حتى كمان ده اتس فيري ديفيكلت تو بيرسويت، وان انت تقولي له ان انت بقى لان انت قبل ما بتتكلمي تقصدي كذا يروح حادف على طول على الموضوع، فانت بتفضلي معاه خطوه خطوه بقى. ويعني شغلتك دي حاجه بصراحه صعبه بيبقى يس البيهافير تشينجز. اتفضلي. هنا الفرق بين وفي سيرتيفيكتس كتير دلوقتي في الماركت صغيره قوي، فالناس بتحاول انها تستخدم ده كبزنس مفهوم. برضو انا يعني ما ينفعش اقول ان حد صح او غلط، ولكن في فرق ما بين السكوب اوف ورك بتاع السايكايتريست والسكوب اوف ورك بتاع السايكولوجيست. وانا باخد الماجستير بتاعي كان في كده تشابتر كامل امتى اعمل ريفيرال، والكوتشنج ايه، والمنتورنج ايه، والكونسلنج ايه، وايه هي الديفرنت تكنيكس، وايه هي المدارس المختلفه، وريفير امتى وريفير ليه، وريفير لكوتش ولا سايكولوجيست ولا كونسلر ولا سايكايتريست، وايه الكرايتيريا اللي بيزد عليها. لو حد صح احنا هنقدر نعرف. اللي بيخش بخش عنده دقيقتين يديني بنزو ديازيبين ولا اي انتي ديبريسنت ولا بروزاك ويطلعني، احاول قدر الامكان اشوف حد سايكولوجيست. اوكي يعني سايكولوجيست هو اللي بيعمل كونسلنج، هو اللي بيعمل كوتشنج، لكن السايكايتريست بتروح له الحالات اللي فيها فيزيولوجيكال، فيها فيزيولوجيكال ايشو. مش نعم. واصلا يعني بره في عيادات سايكولوجيست يعني، ومفروض هنا في مصر بدا الموضوع لايف كوتشز وسايكولوجيست يعني. بس في الحاله دي لازم اجيب حد ethics. انا ممكن ابلغ عن نفسي يعني، بيدربونا انت بلغ عن نفسك وتسحب رخصتك بنفسك يعني بيدي لا بيدع. طب في اي questions تانية؟ تفضل. الايميل حاضر نشكر حضرتك جدا دكتوره بكير. انا بشكركم وانا اسفه ان انا طولت، انا اسفه جدا جدا يعني. الف شكر لحضرتك، وان شاء الله يعني تشرفينا باذن الله عندنا في الكليه، يبقى في عندنا ميتنج ونرسخ مع حضرتك ان شاء الله. وشكرا طبعا
المجموعة اللي جاية من 57 المجموعة المتميزة الجميلة وللحضور الجميل بتاع حضراتكم وللسادة اللي مشاركين كتشير بيرسونز. إن شاء الله نشوفكم السنة الجاية كنا من أهل الدنيا بإذن الله. الله يخليك، أهلا وسهلا بحضراتكم. دلوقتي هجوم على الدكتورة بلقيز عشان الإيميل. أيوة حبيبتي، لا لا ما أخدت واحدة، لا لا ممكن بعد سنة، لا لا عشان الجودة يعني. بعد الاي تي اس يا دكتور، اه وال ار فيهم مش عارف، بصوا دي اي ال اي بعدين اس اس او الدوت دي دوت كويس اي ال دي اي ام اس اتش دي مش عارف اي ام اف اتش اس 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 اتش يبقى ال دي مشاوي